كيف تم تنصير هؤلاء. عدد الذين قتلوا مختلف فيه جدا، يحبون أن يقنعوا العالم أنه لا يتجاوز بضعة ملايين، بعض المتوسط يقول من 30 إلى 100، بتقدير لاس كازاس مليار. الذين أبيدوا أكثر سكان المعمورة كانوا متواجدين في تلك الأصقاع أيها الإخوة، كانوا في منتهى السلام. ولي خطبة قديمة عن هذا الموضوع، قال أقدرهم ليس بأقل من 1000 مليون، قال تمت إبادتهم بالكامل. باسم ماذا؟ باسم أقنوم ثنائي هذه المرة، ليس ثالوثيا، أقنوم ثنائي أو ثنائي الأقنوم، الكنيسة أو الكتاب المقدس والحضارة. وكل أقنوم من هذين الأقنومين في هذا الثنائي كان كافيا لتبرير المذابح والمسالخ أيها الإخوة. إليزابيث الأولى أول كنيسة دشنتها للرقيق للاسترقاق، سرقة الشعوب أيها الإخوة، سرقة الأبدان، سرقة الناس، هذا الكيان الحر، سمتها يسوع، جيسس، يسوع اسمه يسوع، يصرخ الناس يستعبدون باسم يسوع. رحمة الله على أمير الشعراء أحمد شوقي، قال يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام، يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام، باسم يسوع. سفينة إليزابيث التي كان شريكها فيها وفي ريعها من؟ جون هوكنز، القرصان الأكبر، أكبر بايرت، أكبر قرصان أيها الإخوة، وسارق البشر ها والإمكانات، جون هوكنز كان شريكا لإليزابيث الأولى في يسوع، وأصبحت يسوع أسطولا من 190 سفينة حمولتها في المرة الواحدة. هذه حرب الاسترقاق، هذا فصل أشد سوادا من السواد نفسه أيها الإخوة في تاريخ هؤلاء. كانت حمولة 190 سفينة زهاء نصف مليون من الرقيق في المرة الواحدة، 471,000 في المرة الواحدة يتكلمون. ولما دشنوا أول سفينة وعلى بركة يسوع إن شاء الله تمخر عباد الماء وتسرق البشر لتستعبدهم وتستنزفهم أيها الإخوة، طلبوا من رجال الدين المستند الشرعي، فإذا بالآيات تترى سريعة عاجلة من فصول كثيرة خاصة من العهد القديم بأن الرقيق مباح لا شيء فيه. يتوني بآية واحدة من كتاب الله أيها الإخوة، أتحدى، ولا يعلم هذا على فكرة أكثر المسلمين للأسف، خاصة من الذين يرتدون عن الإسلام عباقرة الدرس والبحث المقارن، آية واحدة، أبغي آية واحدة تأمر بالاسترقاق، والله العظيم لن تجدوها لأنها غير موجودة، لا يوجد. لكن ستجدون عشرات الآي تحث على وتحفز على وتأمر على ماذا؟ على الاعتاق، ليس على الاسترقاق. ولذلك تساءل المرء، إذا هذا الكتاب الأجل كان له خطة، كان من وراء ظواهره خطة معينة، ما هي الخطة؟ تحرير الأرقاء، تحرير الرقيق، القضاء عليه، تجفيف المنبع أيها الإخوة، تضييق المدخل وتوسيع المخرج. طبعا ما في آية واحدة تأمر بالاسترقاق، عشرات الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن كفارة العتق، عتق 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 أيها الإخوة، معظمها على الإطلاق تتحدث عن رقاب غير مقيدة إياها بوصف الإيمان، أليس كذلك؟ أي رقبة، مسلم أو غير مسلم، حرر تحرير البشر، ثم اترك البشر بعد ذلك لخيارهم. ابن كمال باشا إمام الحنفية في عصره سئل إخواني وأخواتي مرة في مسألة أثارت لغطا بين فقهاء الأحناف، طفل صغير تنازع فيه رجلان، أحدهما يزعم أنه ابنه والآخر يزعم أنه عبده، رقيق ودفاه عن أبيه، لكن الذي يزعم أنه عبده أيها الإخوة هو مسلم، والذي يزعم أنه ابنه هو مسيحي، فقال يقضى به للمسيحي لغير المسلم. كيف؟ قال لأن الحرية مقدمة، حرية مقدمة على الدين، الإنسان يعيش حرا، أترك بعد ذلك خياره الديني لحريته، ليدرس الأديان وليختار بعد ذلك دينه. وبعدين طفل صغير، حقيقة طفل صغير، الرأي الراجح في نظري وهو رأي الشوافع، لا يحكم بإسلام حقيقي لصبي، إسلام تبعي هذا، لكن أن يسلم حقيقة بحيث بعد ذلك يسمى مرتد يرتد، لابد أن يستعلم بهذا الإسلام بعد البلوغ حين يرشد ويكتمل عقله. دين عظيم يا أخي، ما هذا الدين؟ هذا دين أو فلسفة التحرير؟ هذا ديننا، هذا شرفنا، هذا فخرنا، نسأل الله أن يفقهنا فيه ويفتح علينا
وأن يفتح عيون بصائرنا وأبصارنا لنذود عنه ونحبب فيه أبناءنا وبناتنا ناشئتنا أيها الإخوة وإخواننا وجيراننا ومن أحببنا له الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.